بالعياديه بالمركز الوسيط لعلاج الادمان بعين تيمورشي. كما تفضل يعني زميلي الدكتور تيفنجر، انا اضيف الى هذا ما قاله، يعني الاجراءات المتخذه في التكفل بهذا المدمن. كيفاش تكون هذه الاجراءات؟ يعني هذا المدمن، احنا يعني انتم مش في الاختصاص تسمعوا بلي مدمن يعني دا جرعات يعني وكذا، لكن المدمن في حد ذاته هو كفرد، فرد يعاني من مشاكل، يعاني من ضغوطات، يعاني من اضطرابات. يعني هذا الفرد لما يكونش يعني تكفل يعني بكل الجوانب، التكفل النفسي، التكفل الاجتماعي، التكفل، ما قدرش نخرج بنتيجة. حتى التكفل الطبي ما نقدرش نخرج بنتيجة. هذا الفرد غادي نأهله باش يولي فرد يعني صالح في المجتمع. وشفنا ثاني كيف التعامل تاعنا مع هاد الافراد او المدمنين يعني بصفه عامه، يعني وين راه المشكل في حد ذاته؟ راه في الاسره. هذا المشكل راه في الاسره تاعها، الاسره اللي متفكه. احيانا نقول الاب والام الفاصلين، هذا الام والاب يعني جابوا اطفال والام تعمل، ما عندهاش اللي يعاونها يعني تروح تعمل، خلى اطفال وحدهم في البيت، ما كان معهم حتى واحد. دفع اطفال قصر يعني خمس، الكبير تلقى عنده 10 سنين، والاخر الخوته صغار هو شدهم. تاني الاب اللي ما عنده حتى دور، على ان في الجزائر لما الاب يوصل يطلق مثلا الزوجه يعني يطلق حتى اطفاله، صار هو يروح يبني حياته جديده وطلق الاطفال تاعو. القانون يقول مثلا يعطيهم الكفاله يعني الحضانه للام، لكن المادة هذيك للأب. هنا يستعمل المادة فقط، لكن العاطفة والرغبة والدور يعني تاع الأسرة هنايا وين يكمل بالنسبة للطفل؟ في بناء الشخصية. الشخصية اللي غادي يبنيها الأب والأم لهذا الطفل، لأن الطفل نفسيا باش تكون شخصيته تكون صورة الأم وصورة الأب. هذا الأب كيفاش داير مثالي وهذا الأم مثالية. هنا نكونوا فرد، يعني ما كيما نقولوا درنا لها فاكسان حتى يخرج يلقى ادمان صاي، عنده لي برانسيب تاعو اللي داروهم الاسره، ما غاديش يوصل للادمان، امبوسيبل. هنايا